ايه رأيك هعلمك الحركة الجامدة دي؟ طبعا انت لازم تكون مميز ومختلف عن الاخرين، وما تنطش اي نطة كده وخلاص، لازم تجذب كل اللي حواليك وانت من نفسك تحس بالثقة. ايوه الحركة ديت شباب، الشقلبة الامامية او فرونت فليب. ركز معايا في الخطوات اللي اقولها لك، سهلة جدا وبسيطة وهخليك تعملها ان شاء الله. اول حاجة هنتعلم حركة الدحرجة، ركز معايا لان الموضوع كله بيتمثل في الحركة دي. هحط كف ايدي الاثنين تمام، وهعمل دوران من رأسي وهدفع بوسطي. اهم حاجة في الموضوع ان انا ما اخليش رأسي تتلامس مع الارض تمام، بدي الدفعة من وسطي بالشكل ده وبعمل دوران. يبقى بحمل على كف ايدي الاثنين، بقرب رأسي من الارض وبلفها. ايوه باجي فين؟ عند الاكتاف، يعني مش عند الرأس ولا عند الرقبة، لا عند الاكتاف او اخر الرقبة. بقرب الرأس من الارض يا شباب وبدفع بوسطي بالشكل ده، دي حركة الدحرجة. وبعدين بمسك ركبتي الاثنين تاني. هنا بقى اللي احنا عملناه هنعمله في المية، اهو هقرب واعمل الدحرجة في المية تمام. اهو بقرب ايدي، يعني بتحط ايدك في الماء اكن ايدك هي الارضية كده، احنا بناخد احساس الحركة تمام يا شباب. اهو هنا بقى ايه، بصوا انا واقف فين، واقف على حواف المسبح، على حواف المسبح، وهعمل الدحرجة. ليه على حواف المسبح؟ عشان لا قدر الله لو اتدحرجت غلط ما تصبش تقع في المية. هنا بقى نعمل الجامب القفزة، بصوا بقى تخيلوا كده وانا بنزل تحت، ايوه اكني بمسك كرة وبطلع لفوق. يبقى انا بنزل سكوات واكني بمسك كرة وبقفز لفوق، وانا بقفز بقى اطلع مستوى ركبتي عند صدري. اكرر تاني، يبقى نزول صعود، اهو نزول صعود بالشكل ده يا شباب. هنعملها فين؟ داخل المسبح طبعا، تقف على الحواف اهو، ادخل للداخل. يبقى بنزل تحت سكوات وبشد ايدي وبمسك ركبتي وبعمل القفزه دي فين؟ داخل المسبح. يبقى انت بتعمل ميل لجسمك داخل المسبح عشان لو وقعت القدر لا تقع جوه. الحركه بقى دي دلوقتي هنعملها مع حركه الدحرجه. يبقى يا سيدي وانت بتعمل حركه اهو على حواف المسبح، وانا بنزل بميل للامام وبعمل حركه الدحرجه تمام. اهو بص بنزل لتحت واطلع للامام وبتدحرج بقى. يبقى انا لما انزل تحت بطلع للامام، بصوا بقى معايا بوجه وشي فين، بوجه وشي اتجاه المسبح ثم بتدحرج بقى. هتعملها ان شاء الله. اظن شرح الحركة سهل جدا، هدف انك تكون مميز ومختلف عن كل اللي حواليك. دي حركة فرونت فليب داخل المسبح. يلا بيس في رعاية الله.